إذا مشاهدينا نبدأ معاكم زي ما عودناكم بالإعلان عن الفائزين. في البداية خلينا نبدأ ونشوف مين الثلاثة الفائزين بسؤال حلقة أمس، والسؤال كان ما اسم شخصية الفنان هشام إسماعيل بمسلسل الكبير قوي، والإجابة الصحيحة كانت هي فزاع. فزاع. إذا خلينا نشوف مين الثلاثة اللي راح يفوزوا معانا بجوائز مقدمة من السيف جاليري وجائزة مقدمة من صيدلية عيادات ألور بالتعاون مع زين أوباجي بقيمة 1450 ريال، وأخيرا كوبون شراء قيمته 500 ريال مقدم من دار أزياء فاطمة بالحداد. بسم الله. يلا طيب. بسم الله. مع أني أنا ما أحب فقرة السحب هذه. لا تعرف لو كان فيها موسيقى تصويرية. انت تحب الاكشن الرياكشن كذا والاشياء العجيبه. استني خليني اشوف اصلا وين الهاشتاج. اربح مع سوالف رمضان 21. يا الله عدى رمضان بسرعه. سبحان الله. يلا بسم الله. محمد قطب، الف مبروك يا محمد. انت ليه اخترتي بسرعه؟ يعني كذا شوفي، يعني انا بصراحه دائما احب ادي فرص للجميع. مره نعمل سسبنس ومره نعمل دب كذا. طيب سبحان الله ارزاق يا محمد. اذا فزت امس يعني لو سمحت ربح اللي معك. طيب لطيفه هاشم الشريف، الف مبروك يا لطيفه. لأول مرة اسم لطيفة يكون معنا، مع أنه اسم الله في كثير مشاركين بيتابعوا بيتحمسوا بيتفاعلوا. أي طيب أوكي، في أنا شفت صورة جميلة لطوف. طيب هذه أبشري، ألف مبروك لطوف الفائز أو الفائزة الثالثة معنا في تحدي أو اربح مع سوالف رمضان 21. طيب شكرا، الف مبروك اللي فازوا معنا اكيد، واللي ما فاز او ما حالفهم الفوز هالمره يشتركوا معنا وتفاعلوا معنا الى اخر رمضان اكيد. كمان يعني ارجع كمان ابارك اكيد لكل الفائزين، ولسه معاكم فرص جايه الى نهايه رمضان ونسوي لكم ان شاء الله في المسابقات واشياء حلو طبعا.